أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم المرأة التي تقول إن زوجها ينبغي أن لا يعدد لأنه لا يستطيع الزواج وتشوه سمعته عند الناس حتى لا يتزوج؟ هل هذا من الغيرة التي تعذر المرأة بسببها؟ نعم، هذا ما ليس بغريب على النساء. أشق شيء عليهن وأبغض شيء إليهن زوجها الأخرى، فهي تحاول أن زوجها لا يتزوج، تحاول هذا لما فيها من الغيرة. ولكن ينبغي أن يكون عندها إيمان، توكل على الله، وألا تعارض زوجها ولا تعرقل الزواج الذي أباحه الله للزوج. نعم.